مرحبا وسعد الايام وبركه ترحيب تماهي من الباب للطاق ابطيت في طرق ثم انتهى بتاركها لو اجمع النزعل من العتب باقه ما كنت غب. المنظر هذا يحتاج مع روعك ادخلي مع روعك يا ملفت انظار بسرعه يا ملفت انظار خليت كل بطالة بطالة سلمت سلمت تعال لهم تعال بسم الله عليك ارجع ورا شوي بس حدثني ما اقدر ليه ما تقدر قالوا لي لا تصر يعني لبس تجريبي مش الاساسي لا ما نزل السوق ما نزل بندر صايق بندر جاي مع السماعه تبارك الله اذكر الله ما شاء الله ابو طالع سؤال بس سؤال الان اللي قاعد يسمع عقلك صح مبسوط في عقلك انت مش اذنك لا انا اسمع من عقلي قوي يلا بسم الله عليك بسم الله عليك ترى اشغلك وانت راح تقبل بندر 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 مع المملكة جيب المملكة أباك مع كل اتجاه مع الجنب وينها؟ وينها؟ تبارك الله محكوم عليك أنت إعدام سريري إيش هذا كهرب؟ لا أوكي سماعات أوكي تمام بندر خاطري في ساعة من كارتين ناس خاطرك؟ خاطري وتعرف انكسر خواطر حرام أبغى ساعة من زمان واحد انكسر خاطر من زمان ودي ألبس ساعة من كارتين ممكن نروح كارتين الفي ابو خالد جميل 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 يعني انت اي جميل جديد عليك هات يدك هات يدك استاذ ها استاذ هات يدك طيبك احسن تبو اوكي طيب ما في غطا له ما طيب ما طالع قلبه ما طيب ثلاثة ناس طيب بعد انت عبد الله طيبني 40% ارخص بس تعبي ما يرخص عليك بالله طيب اعتذر الله لا يوفقك طيبني اي شيء خلينا نلعب لعب شهري هذا وشو يا عبد الله هذا دهن عود مركز قيمته ب 7000 سبع شامل الضريبه ولا بدون؟ لا بدون ضريبه هو شامل الضريبه سعره؟ شامل الضريبه؟ اي شامل الضريبه نزل عرض عنده شامل ما شاء الله تبارك الله خلاص غطى ورده مكانه قل له قل له يغطيه ورجع مكانه عنده ثم غطى رجع خلاص غير ما ابو طالع حقق احلامي خلاص خلصنا البي صح؟ اي هذا كارتي الله يرحم والديك تعال ابو طالع ما بدنا ندخل ما بدنا ندخل شوف دورت لا بالزحمه اه محل فاضي خليك وراي خليك وراي بيجي مع المختصر اي باب مستودع قرب سيارة ايش يقرب؟ ما عليك انت قرب سيارة يا عمري انت يا عمري انت تجي المحل من برا صح ما بنمشي لا لا بس بسرعة تعال وقف هناك تبغى تجيب سيارة عبد الله وش اللي يوقف هناك؟ ما حليت الواجب وقف هناك ويدينك على فوق خلاص تم الله لا يوفق وصلت الاستراحة طبعا امس جانا برد مو قاعد يجي كذا في الوجه ولا من الجنب يطلع من تحت من الارض يفوح فوح لا طير شلوى ويلي يا ابو خالد الله بسعدك الله لا يخليني الله بسعدك بسم الله عليك طلعم. شب الضوء انت تبغاني في تقول... الفي ها اقول انت تبغاني في العليا في الفي يا اخي ان بغيتها حياه مودرن او كلاسيكيه القاك طبعا هذه ما هي بنار مشبوبه هذه المرجله والطناخ اللي في راسك نزلتها انت شويه بقيت شويه الله يطول بعمرك كثر خيرك يا ابو خالد الله يرحم والديك اقول لك امس جانا برد اعوذ بالله اعوذ بالله بالله عليك اي والله قمت جبت دفايتين لو ادري والله احس بفحم كراتين فحم لا والله شريت دفايتين ما عندنا احد يعرف مريض انت ما عندنا احد يعرف الشب شلها شلها البيت شلها البيت انت تغيب عنا واجد يا عبد الله يقول كذا يقول يا مرحبا باللي لا غاب عنا ايوه غابت مراجلنا وحنا رياجي بتشارك ان شاء الله بتشارك وين بتشارك باذن الله الله يرحم والديه الحمد لله قل كذا الاول دائما وابدا باذن الله ازهل الامور ازهل بيتين يا عبد الله ايش تقول القريحه الان قرحه في المعده اقول كذاب ما حبني حبي تسلى بي الله ايوه لا خلا والله ما اقدر لا خلا ولا عدم ما اقدر لا خلا ولا عدم ما اقدر
ابو خالد كذاب. يقول كذاب ما حبني حبيتي سلابي، وانا على نيتي صدقت وحبيته، راح وتركني وانا محروقه اعصابي، وشلون بنسى وانا بالقلب حطيته. مدلع مذابي احبي تشبهون اكبر القله وتصغر لحضرنا، فعلنا من ماضي كل انذرفت. اكبر القله وتصغر لحضرنا، فعلنا من ماضي كل انذرفت. كلنا رهنا لشعر في وعدنا، كلنا رهنا لشعر في وعدنا. ننتظر من عندك ايدنا خطابة، ننتظر من عندك ايدنا اعتزل. توقيت بالله استعنا، عزوة من هالعدو يبقي صوابة. لا اعتزيت وقلت بالله استعنا، عزوة من هالعدو يبقي صوابة. خيال العوجة والأعداء تسجن، خيال العوجة والأعداء تسجن. لا سحبت السيف الأجرم من إجرامة، لا سحبت السيف الأجرم. أنا اسم من؟ أخوك. أشبه أخوك؟ وش اسم أخوك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن؟ ما شاء الله تبارك الله. أنا يعني صاروا واجد اللي يشبهوني، ليه؟ ليه؟ كل شوي شوف نفر كلام. أنا أشبه ليه؟ أنا سمسم نفر واحد، ما في شبه. أنا سمسم قمر. أنا دقيقة، في نفر ثاني سمسم بعد. وين دور أنت؟ مالي شوف انا ذا بكم يربح، بس بالمحتوى هذا ما تكون تبقى قلبك. شوف انا العابس، هذا انا والله والله انها انا نسفر نذر، انها انا نذر. انت معلوم انا؟ ايه لا بس حادي انا، هذا انا، هذا الربع طلع يتابع بس هنا علي الحرام. انا هذا انا حادي. ايوه انا والله والله حباقي. والله اني انا قسم بالله. الله يسعدك ان شاء الله. يسمع أغنية؟ حلو أغنية؟ الله يطول عمرك إن شاء الله. والله العظيم إنها سعدني يا رب، الله يسعدها إن شاء الله. خاصة إنها من تبسم. أنا فيك أنا في الله، بس أنا إيش فيني كذا؟ إيش رأيك ما أطلع كذا عشان ما عاد أحد يقول لي أشبهني؟ ساكت شوف أنت الحين. والله إني الله إني أبصر الصدق. طلب خلاص؟ خلاص طلب. كويس طلب؟ الحمد لله. انت كويس بعد، ما في بس طلب كويس، انت بعد كويس. انت سمسم فريش توست والله. والله يعني انت جميل يعني، انت حلا. شكرا حبيبي، طول عمرك ان شاء الله. أغنية سوي يا حبيب ما يجي وينا. كمل يا حبيب ما يجي وينا اللي قال طافي مواصي تبقى تحيا. ما شاء الله انت منين انت؟ بنغلاديش. بنغلاديش؟ شلون عرفتني طيب بنغلاديش؟ اسمح لك، هذه اغنيه يعني عربيه، كيف انت انت فهمتها؟ ايه شوي شوي ما في زياده. يا لبه والله قلبك، والله انك اسعدتني صراحه. يا رب ابشركم وصلنا بنغلاديش. لبه والله قلبك يا حبيب عيني. صار جدال كبير بين ابو بجاد بن موانع، خلنا اوريكم المشهد وانتم شوفوا. ها ابو بجاد صار ما تسمع، صار كبير 10 سنين. زعل ترى. ايه اعلان ضد انه يقول يسارك يمين. اي اشوف المقام اليسار مو بالمقام اليمين، بس هو في الموقف يعني يتكلم، بس مو بانه لحظه بس اذا كانت يده فاضيه، ولما هي فاضيه ما هو بسبب. يا اخوي كبر قدرها، هذا قدر يملك كبر قدرها، عشان كذا فكر عقليا هل اليسار ولا اليمين بامور واجد يعني. هي تسد مكان اليمين بعض الاحيان. لا ما تسد مكان. شوف ها ما
تسد والله تسد. الحين لو يدي فيها جوال مشغول تطلب لي حاجه واخذ اعطيها. ها هذا عيب المفروض متفقين نزل جوالك. طيب اذا ما قدر مثلا في حاجه في ذا لا مو بقدم مقصوصة. اذا مثلا ماسك هذه حلو انا وحارة وانا متقدم وعطتك الجوال باليسار طيب عادي. يا اخي اني قمت لا بدي تعب باليسار اقول شباب الموضوع اللي يدور ببالي ان اليسار هذا ما تجي مقام لي. اوكي بس انه هو يتكلم في الموقف ان انا يعني زي اللي انا اسف اني قدمتك الشيء باليسار يعني انه ما هو بيدي هو سواها يعني هو ما هو قصده. يعني ابو بجاب ضد هذه يعني انت ضد مقوله زايد. يسارك يمين زايد ومدك سمين يعني في بعض الاحيان يقولون تحل المحرمات صح تحل المحرمات وقت الضروره صح ايش دخل اي بعلمك هي فيها سالفه ايش فيك انت فيها سالفه طيب واضح انك لا لا يعرف هذه هو محرمات شو عاد مدك يد اشرب اشرب شاي ايه عموما انها يعني نقاشات كثير وجدالات كثير والله العظيم في شهر. ها صديقي كيف حالك؟ خلاص انا امشي ترى الحين نروح مع السلامة. ها انا اشوف الدنيا زياده الله يسعدك. انا اشوف هذا تيك توك انستغرام سناب يوتيوب يا لب والله قلبي انا بس حضرني مره كويس انت مره كويس انا اروح بنغلاديش روح سوا ان شاء الله والله ان شاء الله شكرا يا حبيبي وديتك الله يا شيخ. يلا الربع انا رايح الشقه ابو 10 دقائق كذا ان شاء الله نفتحكم البث خليكم جاهزين وكالعاده اصابعكم خلوا شغاله. يلا الربع انا يا لا ليلي يا لا 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 يا لا ليلي يا لا 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 قوموا العبوا واستانسوا الليل هذا ليل عيد. اختصر لكن كذا في الصميم مثل ما يقولوا. هذا بشكل عام كتاب الابداع بكل انواعها اللي بعده اختصر لكن اسعد الله مساكم جميعا. اليوم عندنا ابو خلا جعلنا الله يا مرحبا والله الله يلقيك يا حبيب قلبي صار لنا ساعتين كامله وحنا والله ما ملينا لكن بنقول لهم اصبروا باللي بيجي ان شاء الله باذن الله يشوفون بيبان بشيء قاعدين نخطط على اشياء جدا حلوه ان شاء الله انها تليق ذائقتكم لانهم يستاهلون والله يبغى اللي يتعب اسمع الافكار اللي ذكرت لو طبقت والله انت تعجبهم باذن الله ما تنام عليك وانت كل شيء منك زين جعل من جابك اي والله دعواتكم من بتوفيق الربع والله يوفقنا وياكم ان شاء الله كملوا كملوا يا رب كملوا الامور طيب كملوا كملوا موضوع طبعا هذول المتاخرين طلعوا على المتاخرين حلو هذول المتاخرين يقرا لهم اعاده تاهيل وطبعا انا احب من الله حلو احنا نحبك ابو جودي الله يحبك ويجعلك مبارك يا مرحبا ويوفقك ويسر امرك الله يطول انسان مقبول والمؤمن لا يالف ولا يؤلف الا شوف الصلاه والعباده والصدقه هذه مظله لكن لا يالف المؤمن ولا يالف الا في بر في والده وانت انسان بار ودعوه الله يجعلنا بارين ان شاء الله امين وهذا انسان مقبول والمؤمن لا يألف ولا يؤلف إلا شوف الصلاة والعبادة والصدقة هذه مظلة لكن لا يألف المؤمن ولا يألف إلا في بر في والده وأنت إنسان بار ودعوه الله يجعلنا بارين إن شاء الله آمين وهذا صدق والله كل ما كان إنسان بار في والده سبحان الله تقابله تقول أنا كل شيء شفته من زمان الله يجعلنا بارك الله يفتح رجلك يا مرحبا لي والله ترحب الله يرضى عليك يا بعد رأس يا مرحبا وجودي يا مرحبا مليون طبعا تونا خلصنا الاجتماع مع ايماض الشباب الله يسعدهم ويطول اعمارهم احنا اسفين ابو بجاد طولنا عليك والله اي والله والله طولنا عليك ابو بجاد مستمتع فطاير عيشه كسرات شاهي قهوه طبعا ربع والله لعبنا من العصر الى الان احنا قاعدين في اجتماع مع الشباب اللي صورنا لكم اياهم قبل شوي وقاعدين نشتغل على اشياء كبيره وجميله باذن الله تليق فيكم هذا اولا ابو نزار هل تعلم منا خلصنا من الاجتماع ذا اللي عندنا اجتماع الان ثاني بعد اي بس ابي اكل وابي قهوه عشان اقدر اصحصح متأخرين انا ما احتاج شيء لازم الساعه 10 اسمع الساعه 10 حكم لازم نكون بالموقع كيفك خلاص كيف يلا يلا عموما دعواتكم بالتوفيق الله يوفقنا وياكم ان شاء الله ويحقق كل امانينا دعواتكم صدق 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 دعواتكم ودعناكم الله
حظ من يجلس قبارك فاز والله العظيم سيد الكل بدلا خليت لك عذر وعذر اللي مضى عيد النظر واللي تبيها بشر وسم لبه وامرني ركز الحين شفت جغمه جغمه صح كما ترقد صح إيه؟ اوكي قبل او ما تصحى إيه؟ تاخذ هذا الجغمه هذا وش ما اعرف هذا وش هذا مضاد حيوي مره ولا لا مضاد حيوي ما ادري امي امي تكون مضاد حيوي هذا المشكله هذا المشكله هذا ما تبي تقول صح ايوه خلاص ما تقول تاخذ هذا مع على صدق كله كيف اقول هذا هذا اي والله هذا يعني لازم انا هذا هذا تقول طبعا مو بتسفه كلها تاكل سفته كلها لا اي هذا حق هذا حق ايش؟ هذا حق النشاط الحيويه يعني هذا اذا شربته تسوي زي كذا ايوه حلو واذا ما شربت ايش تسوي؟ اذا شربته كذا تاكل اقعد اقعد فاضي لا فاضي انتبه المهم اخذ لك شغله واحده جرب لازم تكفى يا ابو مان جرب ايه بطرك في بطرك روح وش غير خلاص والله خلاص واحده بواحده اشربها اشربها عليك بالعافيه هالحين امورك طيبه شو لا مو بالحين صحصحت خلاص لا يا كذاب لا تسلك امي انت عشان بس يعني تسلك امي عشان تبي تقول تسلك انت متحمس في العيل والده ملزم هني اخلص ذا كله نعم وصي وصيه والله وصيتني بس اي والله طيب شاك انت قاسم هنا لا لا انا خلاص طبت انا ايوه تدري اني طبت في يوم ونص الحمد لله هذا مره اظن اي هذه مره ولا التبي كلهم هذه اهم شيء هذيك الورده ذيك البيضاء احلى شيء والله ما طب ليه والله ما يبزي يعني لا افتح عطل مره وشم الحين شم ما اقدر اشم بس يعني لازم لازم امي تقول لازم تزعل وما تقول 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 اذا ما شرب علمني اجي يما لا خلاص يما قلنا اسف والله لا لا يما لا لا ما تبي تشرب ما عاد انا عاد اعرف حركاتك قسما بالله اصحى اشرب يما وش والله اصحى اشرب خلاص انا هنا عند راسي اكيد وربك خلاص اكيد توبه توبتين قل والله اشرب يما